في نقطتين في حضرتك ذكرتهم في المبادرات، ألا وهو الإرهاب وحقوق الإنسان. حضرتك أكيد تابعت ما صدر عن البرلمان الأوروبي، التقرير الذي ظهر سواء بحقوق الإنسان في مصر أو حتى حقوق الإنسان في الدول العربية. رد فعل البرلمان العربي أمام البرلمان الأوروبي والبيان الذي صدر عنه إيه؟ طبعا كان رد واضح، لأن هذه من ضمن الشواهد الذي احنا يعني أخذناها بأن استقلال الملفات هذه للتأثير على الدول. أولا مصر كبيرة، ما يهمها هذا الموقف الأوروبي الغير حقيقي والذي يأتي ضمن استهداف جمهورية مصر العربية. مصر تمثل ثقل العربي مهم، وجود مصر قوية لا يسر أعداء الأمة العربية. فالبرلمان العربي أخذ موقف واضح وداعم بشكل كامل ومندد ومدين للبيان البرلمان الأوروبي، لأن أولا هو يعتبر تدخل سافر في شأن الداخلي المصري وتعدي على السيادة المصرية، إضافة إلى يعني هم تبنوا أمور غير صحيحة. مصر دولة فيها مؤسسات دستورية ومؤسسات قضائية، ومصر بلد مؤسسات، فاستهداف مصر من خلال هذا الملف مرفوض من ناحية المبدأ منا كبرلمان عربي، وعارفين خلفياته. لذلك احنا نقف وقوف تام ودعم كامل مع جمهورية مصر العربية، وداعمين كذلك لكل التحركات التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بالنسبة لنا يعني دائما نشعر بالطمأنينة لما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بأي تحرك، بالذات في لما احنا نرى ان هناك حاجة لوجود موقف عربي. دائما نرى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من يقود هذا التحرك. آخر التحرك الذي يعني طبعا احنا بالنسبة لنا كبرلمان عربي رأينا فيه الكثير من الإيجابية، هو التحرك في أن حسم موضوع التدخل التركي في ليبيا والتدخل الأجنبي في ليبيا. فعندما قالت كلمتها جمهورية مصر العربي، كل من فهم هذه الرسالة أن هذه كانت رسالة الأقوياء للضعفاء. كانت رسالة تقوية تقصد الخط الأحمر اللي حدد. نعم.